أنا المعلم عمر تمر، مجاز من كلية التربية فرع معلم صبح. استجابة لطلب زملائي الشرفاء في العمل، أعلن توقفي عن مزاولة عملي في وزارة التربية كمدير لمدرسة متوسطة حتى توقف عمليات القتل والإرهاب التي تمارسها عصابات الأمن والشبيحة ضد المواطنين العزل وحتى إسقاط النظام. وأتوجه في هذه المناسبة إلى زملائي في سلك التعليم بالإقدام على هذه الخطوة والتوقف عن نشر أفكار البعث في عقول أبنائنا، فلا دراسة ولا تدريس حتى إسقاط الرئيس. الله 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 الله